هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. السؤال الثالث بيقول لك ان هو هتعمل برنامج يفضل يجمع بوزيتيف انتجر من اليوزر، يفضل يجمع ارقام انتجر من اليوزر، هيقف امتى؟ هيقف لو اليوزر دخل لك نيجاتيف او زيرو. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك افتر ذا اوت بوت، بعد كده يبدا ايه، يطبع اكبر رقم خالص في الارقام العشوائيه اليوزر دخلها لك دي، والتوتال بتاعهم والمجموع بتاعهم. طيب بصوا يا شباب، في البدايه كده هعرف متغير اللي اسمه النوم عادي، اللي هو هبدا استقبل منه اليوزر بوزيتيف ايه انتجر، اللي هو الارقام الانتجر اللي عندي اللي هستقبلها، تمام. وعندي هنا متغير اسمه التوتال، هبدا اخزن فيه التوتال اللي عندي اللي هو بيساوي زيرو. قلنا اهو عرفنا متغير اسمه النوم، دي اللي انا استقبل فيها الايه الرقم. بعد كده التوتال ده بيساوي صفر، بحيث ان انا دلوقتي عارف اكيموليتور اخزن فيه التوتال، واعرف متغير اسمه الماكس اخزن، تمام. ده اللي هخزن، ده اللي هبدا اقارن بيه، وهدي له انيشال فاليو بزيرو، ان الماكس عندي بزيرو، وهبدا اقارن بيه بينه وبين كل الارقام اليوزر هيدخلها، بحيث ان انا اشوف الماكس بينه. هنشوف دلوقتي الفكره ازاي. يبقى اول حاجه هقول له سي اوت انتر بوزيتيف نمبر، ده قلت له هبدا استخدم منه سي ان النم. طيب كده انا دخلت له بوزيتيف نمبر، تمام، واستقبلته منه. ده كده اول مرحله خالص. طيب المفروض بقى عندي هوايل لوب، عندي كده هوايل لحيث ان انا افضل ايه اليوز افضل اقرر، اللي هو قال لي افضل قرر ان انت تاخد من اليوزر. طيب عندي الهوايل، قال لي الهوايل ده هتفضل شغاله امتى؟ قال لك طول ما النم ده، طول ما الرقم اللي انا اليوزر دخله لك ده اكبر من الصفر، طول ما الرقم اللي اليوزر دخله لك اكبر من الصفر ادخل جوه اللوب، خليك جوه اللوب. طيب ببساطه كده جوه الهوايل، اول ما يخش دلوقتي الرقم ده مثلا اليوزر دخل لك، مثلا دخل لك 2 هنا، اليوزر هنا دخل لك 2، فايه اللي هيحصل؟ هل الاتنين ده اكبر من الصفر؟ اه، طالما اكبر من الصفر فيبدا يخش جوه اللوب. دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي عايز اشوف، دلوقتي اقارن اشوف الماكس، اشوف الاتنين دي هي اكبر من الماكس اللي هي الزيرو ولا لا، هي اكبر من الماكس اللي هي الزيرو ولا لا. فاقول له دلوقتي ايه، هقول له دلوقتي اعمل له شرط، هقول له اف لو الماكس دي اللي انا كنت معرفها اصغر من النم اللي اليوزر دخلها لك، ده الماكس ده اصغر من النم، دلوقتي الماكس بزيرو والنم اللي اليوزر دخل لك باتنين، يبقى مين الكبير دلوقتي، الاتنين ولا الزيرو؟ هتقول لي الاتنين، فاقول لك دلوقتي خليني اللي الماكس بدل ما كانت بزيرو هخليها بالنم ده، دلوقتي هتبقى بالايه، بالرقم اللي اليوزر دخله لك، فكده الماكس هتبقى باتنين. طيب لو الرقم اللي دخله لك ده مش اكبر من الماكس، فالماكس هتفضل بقيمتها القديمه عادي. يبقى انا كده دلوقتي كل رقم هيدخل هبدا اقارنه بالماكس القديمه، كل رقم يخش هبدا اقارنه بالماكس القديم، لو الرقم ده اكبر من الماكس القديمه هخلي الماكس بيساوي الرقم الجديد، وهكذا. طيب بعد كده هقول له ايه، انا عايز دلوقتي التوتال بتاعهم، هقول له التوتال بيساوي، التوتال كان بزيرو، هقول له التوتال القديم اللي هو كان بزيرو زائد هضيف عليه النم اللي اليوزر دخله لك، اللي هو مثلا دخل لك 2 3 4، تمام، هيبدا يدخل لك الايه الحاجات دي. طيب هاجي دلوقتي بقى المفروض قبل ما اطلع من اللوب هكرر له الشرط بتاع الايه، الشرط بتاع النم ده اللي هو ان هو يبدا يدخل النم تاني. طيب دلوقتي النم اليوزر دخلها لك، دخل لك هنا مثلا 5، بحيث ان هو ما يطلعش بره اللوب، دخل لك 5 هنا، يبدا يقارن 5 دي في اللوب، لو هي اكبر من الزيرو، لو هي اكبر من الزيرو يفضل يكمل ويكمل نفس الحوار ده، يقارنها بالماكس وهكذا، بعد كده يضيفها للتوتال. طيب اليوزر دخل لك بعد كده 6، يفضل يقارنها برضه بالماكس وهكذا ويفضل جوه اللوب. طيب اليوزر دخل لك 0، هيطلع كده فوق يقارنها بالهوايل، هيطلع ايه،
هيطلع الشرط فولس فيقوم طالع بره اللوب. اول ما يطلع بره اللوب هقول له كده ببساطة، هقول له سي اوت ذا ماكس نمبر از ايكوال، بعد كده هقول له يطبع لي الماكس، بعد كده هقول له و ذا توتال، حاضر عادة تاني ذا توتال ايكوال، بعد كده اقول له يطبع لي التوتال، بعد كده اقول له يطبع لي التوتال. طب تعالوا الاول نجرب الكلام ده الاول كده بشكل عملي، نشوف هل الكود ده تمام ولا لا. قال لي انتر بوزيتيف نمبر، فانا دخلت له مثلا 5، طالما الرقم ده اكبر من الزيرو هيفضل يكمل، يقول لك ايه ريبيتيت لي كوليكت، يفضل يكمل. دخلت له 7 يفضل يكمل، طالما اكبر من 3 10 11 20 25 13 هيفضل يكمل لما لا نهايه، طول ما هو اكبر من الصفر. طيب اليوزر دلوقتي دخل له سالب 3، سالب 3 هيقفل ساعتها دلوقتي. بعد كده هيقول لي ايه ذا ماكس نمبر از 25، الماكس هو 25، الارقام العشوائيه اللي انت دخلتها لي دي كلها الماكس هو 25 تمام. طيب والتوتال اللي هو مجموعهم كلهم 94، اللي هو ده كله 94 لغايه من 5 ل 13، دول الارقام كلها كام؟ ب 94. مش هحسب السالب 3 معاك، هحسب بس لغايه الايه ال 94 تمام. طيب الفكره عباره عن تاني، عباره عن ايه؟ ان انا عملته ان انا دلوقتي عرفت متغير اسمه النم، ده اللي انا هستقبل فيه الايه، هستقبل فيه الارقام، وعرفت متغير اسمه التوتال هخزن فيه اللي هو الايه المجموع، وعرفت متغير اسمه ماكس واديته انيشال فاليو بزيرو، الماكس دلوقتي بزيرو. طيب اول حاجه، اول خطوه ان انا اخدت من اليوزر الايه النم، بحيث ان النم ده هيبدا يخش ايه، هيبدا يشوفها، لو النم ده دخل لك مثلا حاجه اكبر من الصفر يبدا يخش جوه اللوب، لو ما دخلكش حاجه اكبر من الصفر تمام فهيعمل ايه، فمش هيخش جوه اللوب، هيخش على السطر الاخير ده على طول، اللي هو هيطبع لك الماكس، هيطبع لك الماكس اللي هي القيمه القديمه اللي هي بزيرو، وهيطبع لك التوتال بزيرو لان هو ما لقاش اي حاجه. طيب نفترض ان اليوزر دلوقتي دخل لك 2، دخل لك اليوزر 2 هنا، فالاثنين هي اكبر من الزيرو هتقول لي اه، فيبدا يخش جوه اللوب. هتقول لي دلوقتي لو الماكس، لو الشرط انت كاتب له شرط كده، لو الماكس اللي هي بكام دلوقتي، الماكس بزيرو القديمه اصغر من 2، يعني دلوقتي من الكبير، الاثنين هي الكبيره، يبقى دلوقتي الاثنين انا دلوقتي عايز بقى ايه، كل رقم يخش لو هو الكبير فيخزنه في الماكس، اكبر رقم كل رقم الكبير يخش يخزنه في الايه، في الماكس. فدلوقتي هيخلي الايه الماكس بيساوي النم، دلوقتي الماكس دلوقتي بيساوي النم، اللي هو دلوقتي الماكس هتبقى بكام؟ باتنين، بدل ما تبقى بعد ما بقت بزيرو. طيب لو مثلا دخل لك لو كان مثلا بايه، باي رقم تاني يعني ما كانش اكبر، فما كانش هيخش جوه الماكس دي. طيب اول ما يطلع بره الاف، طيب هيقوم عامل ايه؟ المفروض التوتال دلوقتي، التوتال كان الاول بزيرو، هيقوم جمع عليه مين؟ هيقوم جمع عليه الاثنين اليوزر دخلها لك، فالتوتال دلوقتي الجديد بقى باتنين. طيب بعد كده هقول له ايه؟ هقول له دلوقتي انا عايز ما اطلعش بره اللوب ده، هقول له دلوقتي دخل لي قيمه النم الجديده عشان اعمل تشيك عليها. فاليوزر مثلا دخل لك دلوقتي قيمه النم الجديده 5، فدلوقتي هتشوف الخمسه دي اكبر من الزيرو اه، فتبدا تشوف الشرط، هل الماكس اصغر من النم ولا لا؟ الماكس دلوقتي كانت باتنين من شويه، هل الاتنين اصغر من الخمسه اللي هي النم الجديده؟ هتقول لي اه، يبقى دلوقتي الخمسه هي الكبيره اكبر من الاتنين، فتقول لي خليه الماكس بالنم الجديده اللي هي الخمسه بس، دلوقتي يبقى النم الجديده هي 5. فهو كذا بقى يفضل يفلتر لغايه ما يشوف اكبر رقم خالص يطبعه لي في الاخر خالص. طيب بعد كده المفروض هيجمع ايه؟ اليوزر دلوقتي دخل له 2، دلوقتي التوتال بكام؟ ب2، هيجمع عليه الخمسه، دلوقتي يقوم التوتال بكام؟ ب7، وهكذا، ويشوف الشرط لغايه ما يكون دخل لك يا صفر يا اصغر من الصفر. بعد كده يطلع بره اللوب خالص، لو هو دخل لك صفر او اصغر من الصفر هيطبع لك ذا نمبر ذا ماكس نمبر، هيطبع قيمه الماكس هي كام الاخيره وقيمه التوتال كام الاخيره. السؤال اللي بعد كده هنشوفه مع بعض،
بيقول لك ايه في السؤال اللي بعد كده، write سي بلس بلس بروجرام تو فايند اف ذا نمبر which entered by user is prime or not. شو عايزك تعمل برنامج وتشوف ان الرقم ده هو عدد اولي ولا لا. تمام، حد عنده فكرة ممكن نعمله ازاي؟ ممكن هو العدد الأولي تقريبا اللي هو يقبل الاسم على الواحد ونفسه بس، تمام، ممكن نعمل في اللي هو حاجتين اتنين، اللي هو لو باقي الاسم على الواحد بيساوي صفر ايوه وباقي الاسم على نفسه بيساوي صفر. مش عارف جايزك يا باشمهندس، ممكن اتكلم؟ اتفضل. ممكن نعمل متغير نسميه انت ان، ونعمل بالفور عن نعمل مثلا انت اي مثلا نديها انيشال فاليو اللي هي واحد مثلا، وان نقول الاي اقل من او يساوي الان. تمام، هي ايه الان دي بس الاول؟ الان دي القيمه المستخدم هيدخلها، ايوه تمام، ولا نقول اي بلس بلس، وننزل تحت نقول اف، نفتح قوس الان مودلس اي ايكوال ايكوال زيرو. دي كده انت قصدك في فور ولا من غير فور؟ لا جوه الفور. جوه الفور، تمام. هو الناس في الاوفلاين حلوها اصلا من غير فور اصلا. لا دي الطريقة اللي انا حلها بقى في الاكواد اللي كانت مطلوبة مننا في السيمشتات. تمام، طيب. انا ممكن اوريكو طريقة حل عامة عشان الوقت برضو. بصوا انا هعمل ايه، كل اللي انا هعمله هعرف متغير اللي اسمه النم، اللي هو اليوزر هيشوفه ان هو كان برايم ولا لا، ده كده متغير اسمه النم. تمام، وهعرف متغير من نوع بوليان، متغير من نوع بوليان اللي هو سميه اسمه اس برايم. وقلنا اي متغير من نوع بوليان بيكون ايه، بياخد يا ترو يا فولس، بس يا ترو يا فولس. فانا هقول له الاس برايم ده انا اعتبره ان هو ترو، يعني انا اعتبر كده ان الرقم كده افتراضا من عندي ان الرقم اللي داخل ده هو عباره عن ايه، ترو برايم. طيب ده كده انيشال فاليو بس، قيمه ابتدائيه مش اكتر. طيب هقول له دلوقتي سي اوت دخل لي البوزيتيف نمبر، دخل لي اي بوزيتيف نمبر. فاليوزر هدخل لي النم مثلا، دخل لي النم اللي هو 2 3 4 اي رقم. طيب هقول له ببساطه المفروض الاعداد الاوليه بتبدا من كام؟ بتبدا من اول 2 صح؟ يعني اي حاجه قبل 2 انا هعتبرها ايه؟ هعتبرها مش برايم اصلا، هعتبرها مش برايم. سواء دخل لك بقى 0 1 اي عدد سالب، اي حاجه اي حاجه من اول الواحد او اقل دي مش برايم. فبقول له كده لو النم اللي انت دخلته لي ده اصغر من او يساوي الواحد، من اول الواحد لاقل، لان اصلا برايم من اول 2، فمن واحد لاقل كده كل السوالب هقول له اس برايم بفولس، انا هخلي الاس برايم ده بفولس ساعتها. طيب هقول له دلوقتي يعني كده الاس برايم ده هيتغير في الحاله الاولى في امتى؟ لما يكون النم اللي اليوزر دخله لك ده بيساوي واحد او اقل. طيب هعمل فور لوب تانية. بص ببساطه كده بيقول لك ان ببساطه في قاعده رياضيه بتقول لك العدد الاولي اللي هو بتقارن، المفروض بتقارنه القسمه على كل الارقام اللي قبله. يعني مثلا لو انت عايز تشوف رقم 12 ده اولي ولا لا، المفروض بتقارنه مع كام؟ بتقارنه القسمه على واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وهكذا. قال لك يكفي ان اي رقم تشوفه مع نصه، يعني مثلا دلوقتي ال 12 ده قسمه على 2 فيها كام؟ فيها 6. قال لك يكفي ان انت تقسم ال 12 ده من 1 ل 6 بس، مش تقعد تقسم بقى من 12 من 1 ل 12، لا. قال لك يكفي ان انت تقسم لغايه نص الرقم، نص الرقم بس. والله لو من 1 ل 12 ده نصه كام؟ 6 على 2 6. قال لك لو هو قبل القسمه على اي رقم من 1 ل 6 يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده مش اولي، قصدي من 2 ل 6. ليه؟ لان الرقم الاولي لازم يكون بيقبل قسمه على نفسه بس او على الواحد بس، يا اما على الواحد. طيب لا قبل قسمه على اي رقم غير نفسه او الواحد ده مش اولي. فقال لك ببساطه كده ان انت لو جيت قسمته باقي القسمه بتاعته اللي هو يقبل القسمه على اي رقم من مثلا نفترض اللي هو 12 ده، فهتيجي تبدا من 2 ل 6، يكفي من 2 ل 6، مش هتقعد تقارن بقى اللي هو ال 12 مع من 2 ل 12، لا هتقارن مع لغايه من 2 ل 6 نصه بس.
فهتعمل الفور لوب عبارة عن ايه؟ الفور لوب هتبدأ من اول اتنين، من اول اتنين تمام، لغاية نص الرقم اللي هو اليوزر هيدخله لك بس، وبعد كده تبدأ تزوده واحد. بعد كده تشوف بقى لو النم ده ايكوال مودلس الاي، يعني بيقبل الاسم على الاي، الاي دلوقتي باتنين، نفترض اللي هو مثلا ال 12 ده قبل الاسم على الاتنين، فخلاص انت كده اس برايم بفولس. طالما قبل الاسم على عدد مش نفسه يبقى ده كده اس برايم اوف فولس. طيب يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ بدل ما خليت الفور تلف لفه كامله من هو من 2 ل 12، خليتها تنص نص اللفه بس، نص نص لفتها بس، بحيث ان انا اوفر في الايه، في لفات الميموري ما بلفهاش على الفاضي، وبرضه هوفر فيها في حته كمان اللي هو بقول له ايه، والله لو لقيت اي رقم من الارقام دي قبل الاسم عليه، نفترض مثلا ال 12 ده قبل الاسم على الاثنين، طيب هل طالما قبل الاسم على الاثنين هل اكمل؟ قال لك لا مش هكمل. حاضر هكمل بالراحه انا بس عشان الوقت. بص ايه اللي حصل، ان انا دلوقتي عرفت إيه. طب قولي كده ايه اللي مش واضح، يعني اعيد من اول فين؟ انا كل اللي عملته، كل اللي عملته، كل اللي عملته ان انا عرفت متغير اسمه اس برايم، الاس برايم ده اللي متغير من نوع بول، اللي هو قلت له ايه ده بيساوي ترو، ده كده انيشال فاليو بترو، اللي هو اعتبرت ان الرقم هو عباره عن رقم اولي، انا كده معتبره في كده انيشال فاليو. طيب استقبلت رقم اليوزر نم، بعد كده هقول له ايه، احنا قلنا الاعداد الاوليه انا عارف ان هي بتبدا من اول رقم اتنين، طب اليوزر لو دخل لي اي رقم اقل من اتنين، اللي هو من اول واحد واقل، سوالب صفر اي حاجه، انا كده كده متاكد ان هو ده مش عدد اولي، لان انا متاكد ان العدد الاولي بيبدا من اول رقم اتنين، فاقول له اف النم ده اصغر من او يساوي الواحد، هخلي الاس برايم ده بدل ما كانت ترو هخليها فولس بس، ده كده اول شرط. طيب بعد كده قال لي في قاعده رياضيه بتقول لي ان انت يكفي ان انت تشوف اسمة الرقم بتاعك على اعداد لغاية نص الرقم بس، يعني دلوقتي ايه رقم زي 12 مثلا، انا يكفيني ان انا اقول من اول اتنين لغاية الستة بس، هقارن 12 على الاتنين وال 12 على التلاتة وال 12 على الاربعة وال 12 على الخمسة وال 12 على الستة بس، مش هقعد اقارن من 12 لغاية 12 الاسم ده، عشان ايه يبقى كده الفور لوب بتاعتي هتبدا من اول اتنين وتقف عند نص الرقم اللي اليوزر هيدخله لك، دخل لك 12 فتقف عند النم على اتنين، اللي هو 12 على اتنين اللي هو كام، اللي هو ب 6، فتقف عند الست. طيب هقول له دلوقتي اف النم مودلس الاي ايكوال ايكوال 0، لو النم ده قبل الاسم على الاي، يعني مثلا دلوقتي النم ده اللي هو اليوزر دخله لك 12 قبل الاسم على الاتنين اللي هي اول واحده قبل الاسم عليها، فخلاص طالما قبل الاسم عليها الاتنين هقول له اس برايم فولس، هو كده قبل الاسم خلاص على واحد، قبل الاسم على حاجه مش نفسه، ال 12 قبل الاسم على رقم زي 2 كده وال2 ده مش نفسه، فكده ده مش برايم، فهخلي الاس برايم بفولس دلوقتي، وهقول له بريك اقف بقى ليه، ما خلاص طالما هو قبل الاسم على الاثنين فخلاص بقى، هل انا مضطر ان انا اكمل بقى اشوفه على الثلاثه والاربعه والخمسه؟ لا خلاص طالما واحد خلاص طلع لك فاقول له بريك بقى، بريك يعني اقف خلاص ما تكملش الفور، ده كده ايه في الحاله دي، في الحاله دي هتبقى فولس. هاجي بره خالص اللوب هقول له اف، لو الاس برايم فضلت بنفس القيمه اللي انا كنت مديها لها، دي معنى كلمه اس برايم، يعني انا كنت مديها انيشال فاليو بترو، والله لو فضلت بترو هقول له ان الاس برايم ده، هقول له ان الرقم ده اس برايم. طيب لو else ان هي الاس برايم ده اتحولت ما بدل ما بقت ترو بقت بفولس، هي هتبقى فولس امتى؟ هتبقى فولس في الحاله دي وفي الحاله دي، هقول له لو هي فولس ذا برايم از نوت برايم بس، the number is not prime بس، ده كده فكرة الايه البرايم او لا. لو عندك افكار تانية عادي ممكن تحل بافكار تانية وتبقى ايه، تبقى توريهاني برضو وانت في الشيت وانت بتحلها، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال ده بيقول لك ايه، write سي بلس بلس بروجرام to accept number، انت هتستقبل من يوزر نمبر زي مثلا 945 اند برنت ذا سم اوف اتس ديجيت، هيعمل ايه؟ هيقوم جايب 945 دي هي عباره عن 9 و4 و5 صح؟ المفروض بقى يجي يعمل لك ايه؟ يعمل لك سم اوف ديجيت اللي هو 9 زائد 4 زائد 5، دي يعملها ازاي؟ اليوزر مثلا يدخل لي رقم زي 945 وانا اجمع له الديجيت بتاعهم.
وانا ممكن اخليه يستقبل ارقام وبعد كده يجمعهم. انا عايزه يستقبل رقم على بعضه كده، زي مثلا 945، تمام. بعد كده طب ما اخليه البرنامج يستقبل رقم رقم الايه؟ اخليه يستقبل رقم رقم لا انا عايزه يستقبل رقم كله على بعضه، حاجة زي 945، وانا الرقم ده مكون من 3 ديجيت مثلا او 4 ديجيت، اي ديجيت. انا عايز اجمع الديجيتس بتاعته على بعض. اعملها ازاي؟ طيب بصوا يا شباب، دي برضو دي بتتحل رياضيا، يعني دي كده المفروض رياضيا. بص، رقم زي 945، لو انا عايز افصل، المفروض مطلوب مني ان انا افصل التلاتة عن بعض، التلاتة ديجيت عن بعض. يعني دلوقتي اليوزر دخلت 945، فانا مطلوب مني ان انا افصل التلاتة ديجيت على بعض، بحيث ان انا ايه اقدر اجمعهم التلاتة على بعض. طيب بعملها ازاي؟ ببساطة كده، قال لك رقم زي 945، فين؟ تعالوا كده، رقم مثلا زي 945، لو انا جيت جبت له مودولس 10 باقي قسمته على 10، حد يقول لي كده بيساوي كام؟ باقي قسمة 945 على 10 فيها كام؟ الخمسة. فيها الخمسة. يبقى أنا دلوقتي لما جبت مودلس العشرة، جبت الرقم ده كله مودلس العشرة، فصل لي أول ديجيت خالص اللي هو الخمسة، فصل لي أول ديجيت اللي هو الكام؟ الخمسة. فالخمسة دي دلوقتي أنا ممكن دلوقتي أعرف إيه؟ دلوقتي هعرف متغير اللي اسمه النم، ده اللي هستقبل فيه الإيه؟ الرقم بتاعي كله، اللي هو مثلا زي 945 أو كده. طيب، وأعرف متغير تاني اسمه ديجيت، بحيث إن أنا أخزن فيه الديجيت. فالخمسة دلوقتي دي بعد ما طلعتها أقوم مخزنها في مين؟ هخزنها في الديجيت. كده أنا فصلت الخمسة. طيب عايز بعد كده أعمل إيه؟ ال 945 أنا خدت منها الكام؟ خدت منها الخمسة خلاص. عايز بقى بعد كده إيه؟ أشيل الخمسة دي، يعني دلوقتي خدت الخمسة وخزنتها في الديجيت، عايز أشيل الخمسة من الرقم ده، أعملها إزاي؟ هات ال 945 على العشرة، على العشرة هيطلع لك كام؟ هيطلع لك فيها 94، هيطلع لك فيها 94 كانتجر. دلوقتي الرقم بقى بكام؟ النم بدل ما كان 945 لو قسمته على 10 هيديك 94. طيب ال 94 دي عايز افصل الاربعه برضو، اعمل ايه؟ هجيب ال 94، هجيب ال 94 مودلس ال 10، ال 94 مودلس ال 10 هتديك كام؟ هتديك أربعة. كده أنا قدرت أخزن إيه، أفصل الأربعة، أقوم مخزن الأربعة في الديجيت، أقوم مخزن الأربعة في متغير اسمه الديجيت. اتبقى لي الرقم اللي هو كام؟ اتبقى لي الرقم اللي هو 94، عايز أشيل بقى منه الإيه الأربعة خلاص، هقوم قاسم 94، هقوم قاسم 94 على العشرة. 94 على العشرة هيديني كام؟ هيديني فيها 9 باين، صح؟ هديني فيها التسعة اللي هو المفروض 9.4، بس عشان هي انتجر هيديني 9 بس. طيب رقم 9 ده هجيبه، 9 ده اللي هو مودلس 9، 9 مودلس العشرة باقي قسمة التسعة على العشرة، طالما ده أصغر من ده فالمودلس بيكون بالرقم الصغير، فيطلع بكام؟ بتسعة. والتسعة دي هم مخزنه في الديجيت وهكذا. يبقى أنا دلوقتي قدرت أفصل الرقم، عبارة عن إيه؟ ان انت دلوقتي لو جبت اي رقم، اي رقم مثلا دلوقتي زي كده 9405، لو جبت له مودلس العشرة هيديك الخمسة، هيديك اول ديجيت خالص، بعد كده تقوم تقسم الرقم ده كله على عشرة، هيقوم مديك كده 9450، تقسمه على عشرة وهكذا، تمام. دي الفكرة، دي الفكرة كرياضية. تعالوا كده نشوفها مع بعض. ببساطة هعمل ايه؟ قلنا هعرف متغير اسمه النم ومتغير اسمه الديجيت اللي هو هبدأ أخزن فيه كل ديجيت هفصلها، ومتغير اسمه الصم. ليه الصم؟ بحيث إن أنا هجمع الأرقام الديجيت دي على بعض وأخزنها في الصم. طيب قلت له انتر ذا نمبر، بعد كده سي ان النم، اليوزر مثلا دخل لي رقم زي 945، اليوزر دخل لي 945، هعمل هوايل لوب. الهوايل دي
هتكون لغاية تقف لغاية، أنا هقعد أقسم في الرقم أقسم في الرقم أقسم في الرقم لغاية ما الرقم ده يكون يوصل للصفر، فأقول له طول ما الرقم ده أكبر من الصفر ابدأ اعمل لي إيه العملية دي. إيه هي العملية؟ العملية عبارة عن إن الديجيت دي عشان أفصلها بتكون عبارة عن النم مدرس العشرة باقي قسمة الرقم على العشرة. لو أنا جبت دلوقتي 945 على العشرة هيديني الخمسة، الخمسة دي أقوم مخزنها في الديجيت اللي عندي اللي هو الديجيت ده. تمام. طيب بعد كده اقول الصم كان بزيرو، هقوم جامع الديجيت على الصم. دلوقتي الصم بقى بكام؟ بقى بخمسه، بدل ما كان بزيرو بقى بخمسه. طيب بعد كده الرقم عايز اخلص بقى دلوقتي اشيل الخمسه، عايز اشيل الخمسه اللي هو رقم يكون 94، فاقوم قاسم الرقم ده كله على العشره، الرقم اللي هو 945 على العشره هيديني كام؟ هيديني 94. طيب ال 94 دي اكبر من الزيرو؟ اه لسه اكبر من الزيرو. هقوم اعمل ايه؟ هقوم جايب مودلس ال 94 على 10 هيديني كام؟ هيديني 4. هقوم ضايف ال 4 على الصم القديمة اللي هي كانت بكام؟ الصم كانت بخمسة، هقوم جامع 4 زائد 5 ب 9. تمام. بعد كده دلوقتي ايه ال 94 دي؟ عايز اشيل ال 4، اقوم قاسم 94 على كام؟ على 10 هيديني كام؟ هيديني 9. ال 9 لسه اكبر من الزيرو؟ اه. هقوم جايب مودلس 9 مودلس ال 10، 9 مودلس ال 10 اللي هي بكام؟ ب 9. طيب يبقى دلوقتي الديجيت بكام دلوقتي؟ ب 9. هيقوم جمع التسعة على الصم القديم اللي هو كان اللي هو 4 زائد 5، هيقوم جاي ضايف على التسعة دلوقتي. بعد كده اقول له 9 على 10 اللي هي المفروض بكام؟ ب 9 من 10. طيب 9 من 10 دي اكبر من الزيرو؟ هتقول لي لا، فيطلع بره اللوب. بعد كده اقول له سم اوف ديجيت يطبع قيمة الصم دلوقتي اللي هو كان جمعها 9 زائد 4 زائد 5. كده انا قدرت الرقم اللي هو خلوه 945 ان انا اجيب الايه مجموع الديجيت بتوعه. تمام. لو انا جيت طلبت منك برضو اللي هو ضرب الرقم ضرب الثلاث ارقام برضو نفس الفكرة. طيب بصوا السؤال اللي بعد كده بيقول لك write C plus plus program to find if the number is palindrome or not. معنى كلمة palindrome يعني عايزك تشوف الرقم اليوزر يدخله لك ده بيتقرا من اليمين للشمال زي ما هو بيتقرا من الشمال لليمين ولا لا. زي ايه؟ زي مثلا رقم زي كده اللي هو الرقم ده، الرقم ده مثلا اليوزر دخله لك فعايز تشوفه هو بالندروم ولا لا. فشوف لي كده لو الرقم عرفت تقراه من اليمين للشمال هو هو، لو جيت تقراه من اليمين للشمال فده يبقى بالندروم. ده كده بص لو جيت قريته اللي هو 1001 ده كده من الشمال لليمين. طب لو جيت قريته من اليمين للشمال 1001، فانت قريته من اليمين للشمال زي ما قريته من الشمال لليمين، فده يبقى اسمه ايه؟ بالندروم. انت بقى عايزك تعمل برنامج يخلي اليوزر يدخل لك اي رقم وانت تشوف الرقم ده هل هو بالندروم ولا لا، يعني بيتقرب من اليمين للشمال زي ما يتقرب الشمال لليمين ولا لا. حد عنده فكرة ممكن نعملها ازاي؟ انا عارف ان افكار الشيت ده والافكار الشيت اللي فات كانت تقيلة شوية انا عارف، بس هو عشان اللوب يعني انا دلوقتي لو كنت ممكن اقول لك اللوب هو عبارة عن هوايل ودو هوايل وفور واديك مثالين بالصوت على كل واحدة ونخلص السيشن على كده، بس انت هتحس ان انت ما استفدتش حاجة اي يعني برضو ما فكرتش في افكار، يعني لو جات لك افكار صعبة مثلا بالهوايل والحاجات دي بالفور مش هتعرف تحلها برضو مع انك عارف اللوب، بس لو جيت لك افكار زي دي كل الافكار دي عبارة عن باللوب برضو. الفكرة ببساطة يا شباب هي نفس فكرة اللي فاتت، ان انا هبدأ الرقم اللي دخله لي ده هبدأ اقطعه هبدأ اقطعه. تمام. فهو دلوقتي هخزن ايه؟ عندي كذا متغير، متغير اسمه النم ده اللي هبدأ اليوزر هيدخله لي اللي هو مثلا دخل لي حاجة زي ايه، زي مثلا 1001 او اي حاجه. تمام. طيب ده كده متغير النم، وعندي متغير اسمه الديجيت بحيث ان انا هبدا افصل كل ديجيت من الرقم الكبير برضه وابدا اخزنها في الديجيت ده. تمام. وعندي حاجه اسمها الريفرس، الريفرس ده اللي هو ايه الرقم اللي انا هقلبه دلوقتي، دلوقتي هبدا اجيب هبدا افصل كل ديجيت من الرقم وبدل ما احطه في الاول احطه في الاخر الرقم، يعني ابدا اشقلب الرقم. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ أقارن الرقم اللي كان اليوزر دخله لي بالرقم المتشقلب بعد كده، لو الاتنين بيساووا بعض الرقم اللي اليوزر دخله لي والرقم المتشقلب اللي بعد ما شقلبته. تمام.
الاتنين بيساووا بعض يبقى ده كده بالندروم، لو الاتنين مش بيساووا بعض يبقى ده مش بالندروم، دي الفكرة. فعندي حاجة اسمها ريفرس بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. طيب وعندي متغير اسمه ان، المتغير اسمه ان ده ليه اما اعرفه؟ بحيث ان انا دلوقتي بص دلوقتي انا دلوقتي خدت ليه انتر بوزيتيف نمبر، انا دلوقتي خدت بوزيتيف نمبر من اليوزر، ودلوقتي خدت الاي سي ان النم، خدت النم خلاص. قلت له دلوقتي ايه، انا عايزك تخزن الاول النم ده اللي اليوزر دخله لي، اللي هو مثلا دلوقتي نفترض ان اليوزر دخل لك 1001، فهتخزن 1001 ده في متغير اسمه ان، تحافظ عليه كده في ان. ليه؟ بحيث ان رقم نم ده هيبدا يتشقلب دلوقتي، النم ده هيبدا يتشقلب دلوقتي، فانا قبل ما يتشقلب وقبل ما اعمل عليه اي عمليه انا عايز اخزنه في الان ده، يعني افضل احافظ عليه كده قبل ما يخش. ليه؟ بحيث ان انا في الاخر خالص هبدا اقارن رقم ان بالرقم الريفرس في الاخر. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي كل اللي عملته ان انا خدت رقم الان ده النم من اليوزر، طيب، وخزنته في متغير تمبوراري كده، متغير مؤقت اللي اسمه ان. طيب هقول له دلوقتي اللوب بتاعتي اللي هي دو وايل، تمام، برضو المفروض اقول له ايه طول ما هو ايه النم ده اكبر من الزيرو، او مش ممكن اقول له مثلا ايه لو مش بيساوي الزيرو، هي نفس الفكره اللي هي بتقول له ايه، ان انت تفضل تقسم الرقم على الايه، هتفضل تقسم الرقم تقسم الرقم تقسم الرقم لغايه ما يوصل للزيرو ده كده. بعد كده لو ما وصل للزيرو او اصغر من الزيرو تعمل ايه، تطلع بره اللوب. طيب اول حاجه عشان اخزن الديجيت الاولاني في الرقم هبدا ايه، اجيب له مدرس العشرة. لو مثلا نفترض اليوزر مثلا دخل رقم زي مثلا 945 اللي فاتت، عايز اجيب الديجيت الاول بس اللي هو الخمسه، هعمله ازاي؟ هقول له النم على العشرة، اللي هو 945 مثلا على العشرة، مدرس العشرة بقى قسمته على العشرة هيديك خمسه، فالخمسه دي ابدا اخزنها في الديجيت. تمام. طيب هسألكوا سؤال كده، لو انا عايز احول الرقم بدل ما كان في الاحاد عايز احوله للعشرات زي كده، مثلا الرقم دلوقتي اللي هو مثلا عندي رقم زي اللي هو كده، ده المفروض اللي هو واحد صح؟ طيب الواحد ده كده دلوقتي في الاحاد، ازاي احول الواحد ده من الاحاد يبقى في العشرات؟ يعني بدل ما يكون 0 1 يبقى 10، اعمله ازاي رياضيا؟ حد يقول لي كده دلوقتي المفروض الرقم ده كده دلوقتي عندي ايه، هو عبارة عن 0 1، الواحد ده عبارة عن 0 1، الواحد دلوقتي في الاحاد، انا عايز اشقلب الرقم ده بدل ما كان 0 1، بدل الواحد ده مكان في الاول عايز اخليه هو في الاخر، اللي هو مثلا هخليه كده هخليه 10، بدل ما كان واحد هخليه 10، اعمل ايه؟ مش ببساطة يا شباب، هقوم لو انا عايز احول الواحد ده بدل ما هو في الاحاد احوله لعشرات اقوم ضربه في 10 صح؟ لو ضربت الواحد في 10 هيديني كام؟ هيديني 10، فدلوقتي الواحد بدل ما كان في الاحاد هيتحول في العشرات وهكذا. فدي اللي انا عملته فين اهو، ده اللي انا عملته، هقول له ان الريفرس هضربه في 10، الريفرس كان بكام الاول؟ الريفرس كان بزيرو، هضربه في 10 فدلوقتي بكام، دلوقتي بكام بقى بزيرو، اللي هو دلوقتي الريفرس دلوقتي ده 0 في 10 بكام؟ بصفر. هجمع عليه الديجيت اللي هو كام، 945 اللي هي العمليه دي، اللي هو هقول له انا دلوقتي العمليه اللي هي ريفرس معايا كده، احنا قلنا العمليه اسمها الريفرس بيساوي ايه، بيساوي الريفرس القديم في 10 زائد الديجيت. دلوقتي مثلا اليوزر دخل لي 945، اليوزر دخل لي 945 تمام، بعمل ايه لو انا جبت 945 دي، 945 جبتها مودلس العشرة هيقوم مديني كام؟ هيقوم مديني خمسة، الخمسة دي هقوم مخزنها في الديجيت، هقوم مخزنها في متغير اسمه الديجيت، يبقى دلوقتي الديجيت بكام؟ بخمسة، الديجيت بكام؟ بخمسة، وكنت معرف فوق متغير اسمه ريفيرس اللي هو كام؟ كان بزيرو، فدلوقتي العملية الريفيرس دلوقتي هتساوي ايه؟ هتساوي الريفيرس اللي هو كان بزيرو اهو، هتساوي العملية دي اللي هو كان بزيرو في 10 زائد الديجيت اللي هو بكام دلوقتي؟ خمسة، فالناتج ده هيطلع لك كام؟ هتقول لي صفر في 10 بكام؟ بصفر زائد خمسة،
فالريفرس دلوقتي بقى بكام؟ بخمسة. الريفرس دلوقتي بدل ما كان بزيرو هيبقى بكام؟ هيبقى بخمسة. والديجيت بكام؟ ودلوقتي بكام؟ بخمسة. طيب دلوقتي 945 ده مودلس العشرة دلوقتي بقى اللي هو طلعت الايه، طلعت الخمسة بس. دلوقتي عايز اتخلص من الخمسة دي، خلاص انا خلاص خزنتها وخدتها، هقوم قاسب 945 على العشرة هيديني كام؟ هيديني 94 بس، هيديني 94 بس. بعد كده اقوم جايب الرقم دوت بقى 94. ال 94 دي لو جبت لها مودلس العشرة، لو جبت لها مودلس العشرة هيديك كام؟ هيديك أربعة. الأربعة دي هتخزنها في الديجيت، هتخزنها في الديجيت، تمام؟ طيب بعد كده هتقول له الريفرس دلوقتي بقى بكام؟ الريفرس بيساوي الريفرس القديم، الريفرس القديم اللي هو بخمسة. هتقول لي دلوقتي الريفرس القديم اللي هو خمسة في عشرة زائد الديجيت، الديجيت الجديد بقى بكام؟ زائد أربعة. اضرب لي كده اللي هو هتقول لي خمسة في عشرة بكام؟ بخمسين، زائد أربعة بقى ب 54. بص لي الرقم كان داخل لك كام أصلا؟ 945. بص كان 45 دلوقتي اتشقلبت، الأربعة جت يمين والخمسة جت شمال، تمام؟ دلوقتي كده احنا وصلنا لغاية إيه؟ إن الرقم 94 جبت طلعت منه الأربعة. عايز تتخلص من الأربعة هتقوم قاسم ال 94، قاسم ال 94 على العشرة هيديك كام؟ لما تقسم ال 94 على 10 هيديك كام؟ احنا قلنا هيديك 9، هيديك 9. ده كده الايه؟ الرقم التسعة دي لو جبت لها مودلس ال 10، لو جبت لها مودلس ال 10 هيديك كام؟ هيديك 9. التسعة دي هتقوم متخزنة في كام؟ في الديجيت، هتتخزن في الديجيت. دلوقتي الديجيت بقى بكام دلوقتي؟ بقى ب 9. والريفرس عندك احنا قلنا الريفرس كان بكام؟ ب 54. الريفرس دلوقتي ب 54. هتيجي تعمل العملية دي اللي هو بيقول لك الريفرس القديم، الريفرس القديم اللي هو بكام؟ 54. هتضربه في، اقول لك اضربه في 10، هتضربه في ال10، بعد كده اجمع عليه الديجيت الجديدة، الديجيت الجديدة اللي هي بكام؟ ب 9، اللي هي ب 9. فقال لك دلوقتي 54 في 10 بكام؟ اللي هو 540. 540 و9 اللي هي 549. بص دلوقتي كده ده كده الريفرس الجديد خلاص. هتيجي تقسم التسعة على على العشرة تاني هيطلع لك 9 من 10 اللي هو أصغر من الزيرو، فهتطلع بره اللوب. فدلوقتي بص الرقم دلوقتي بقى بكام؟ الريفرس 945، والرقم كان داخل لك كام؟ الريفرس قصدي 549، والرقم أصلا اليوزر كان مدخلك كام؟ 945. بص كده الرقم اتقلب ولا ما اتقلبش؟ اليوزر كان مدخلك 945 بقى 549. فكده دلوقتي ده الرقم اللي اليوزر دخله لك في الاول، وده الرقم اللي ايه اللي اتشقلب في الاخر، تمام؟ إيه انا عارف الفكرة عشان جديدة هتكون صعب عليكم شوية، بس انت لو عدت الفيديو تاني، لما تشوف الفيديو تاني وتعيده وتشوف كده واحدة واحدة كده وتبدأ تعملها ورقة وقلم حسابيا، هتلاقي ان الدنيا ماشية معاك تمام وهتفهمها. هي دي الفكرة عامة اللي انا عملتها. طيب كبرمجيا بقى بعملها ازاي؟ دلوقتي خدت الرقم اليوزر، هخزن الرقم ده في ان، متغير اسمه ان، هقول له العملية اللي انا هعملها ان الديجيت هيبقى عبارة عن نم مودلس 10، الريفرس بتكون البروسيس بتاعها اللي هي الريفرس في 10 زائد ديجيت. بعد كده بقول ايه؟ اتخلص من الرقم اقوم قسمه على الايه؟ على 10، بحيث ان انا اتخلص من اول حقنة اللي هي العشرات خلاص، انا اللي هي الاحاد انا خلاص ايه خزنتها. طيب خلاص بقى خلصت اللوب بتاعي، هقول له ذا ريفرس نمبر ايه سي اوت ايه، هقول له دلوقتي اف ان، الان ده اللي هي ايه اللي انا كنت مخزن فيها الرقم اول ما تخلي خالص. لو الان ايكوال ايكوال الريفرس فهتقول له سي اوت از ذا بالندروم. طب لو else ده مش بالندروم، اللي هو دلوقتي اليوزر بص دخل لي الرقم الاول كان داخل 945، هتبدأ تقارن ال 945 دي، هتقول له 945 هل هي ايكوال ايكوال ال 549 ولا لا؟ هتقول لي لا مش بتساوي بعض، فالرقم ده مش بالندروم، 945 مش بالندروم، لان لو قريته من اليمين للشمال مش هو هو، لو قريته من الشمال لليمين، لو قريت كده هتقول من الشمال، من الشمال لليمين 9 4 5، من اليمين للشمال 4 5 9، تمام؟
طيب ده كده الايه، ده كده خلاص احنا كده اعتبر خلصنا اصعب اسئله خلاص في الشيت. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه، انا عايز اطبع لك، اطبع السيكونس ده اللي هو عايز اطبع من 101 ل 109 جنب بعض، بس في ارقام في النص مش عايز اطبعها، هعملها ازاي؟ هقول له ببساطه، مش انت عايز تطبع من 101 ل 109، هعمل فور لوب عاديه اهو، فور لوب، هقول له انت اي مثلا بتبدا من 101، والاي دي هتفضل اصغر من او يساوي كام، 109، وايه واي بلس بلس، هقول له ايه هنا سي اوت، المفروض الاي بعد كده مسافه. طيب هتقول لي بس السيكونس اللي هو عايز يطبعه عبارة عن ايه؟ بص هو عايز يطبع، عايز يطبع هنا، عايز يطبع الشكل ده 101، بعد كده 102، بعد كده عايز يطبع 103 و106 و108 و109. بص معايا، انا كده عملت له فور لوب، قلت له من 101 ل 109 وزود كل مره واحده، وقلت له الاي كده هيطبع ايه، هيطبعهم كلهم، بس في ارقام انا هو قال لك مش عايز اطبعها، انا في مثلا ال 104 مش عايز اطبعه، ال 107 مش عايز اطبعه، وفي حاجه تانية ال 4 4 وال5 وال7، 104 و105 مش عايز اطبع 104، ومش عايز اطبع 105، ومش عايز اطبع 107. فبعملها ازاي؟ بقول له ببساطة اف كده شرط، لو الاي ده ايكوال ايكوال 104، او الاي ده ايكوال ايكوال 105، او الاي ده ايكوال ايكوال 107، هيعمل ايه؟ هيعمل حاجة اسمها continue، هيعمل حاجة اسمها continue. continue معناها ايه؟ معناها skip، يعني ايه؟ يعني عدي لي الخطوة دي. يعني دلوقتي بقول له من 101 دلوقتي ال i ب 101، هقول له دلوقتي ده هنا else، بص هنا دلوقتي ال i ب 101 في اول خطوة هنا، ال 101 دي في اي رقم من دول هيقول لي لا، فهخش في الالس فهطبع الاي. طيب يا شباب يلا نكمل، دي اخر جزئيه. قلت له ايه، لو انا بقول له دلوقتي لو الاي ايكوال ايكوال 104، او الاي ايكوال ايكوال 105، او الاي 107، اعمل لي كلمه كونتينيو. يعني ايه كلمه كونتينيو؟ معناها عدي لي الحته دي في الفور، ما تطبعهاش معايا. كلمه كونتينيو معناها ايه؟ اعمل لي سكيب، يعني ارجع تاني. لو جه عند 104 قلت له كونتينيو، هيقوم راجع تاني، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم عامل سكيب لكل ده، ويقوم مزود الاي بواحد، هيقول له 105، هي ال 105 من الارقام دي هتقول له اه كونتينيو، هيقوم مزود الاي، ما يعملش حاجه وهكذا. تمام، دي معناها سكيب. طيب لو الاي مش ايكوال ايكوال، مش بيساوي الارقام دي كلها، اقول له يطبع لي الاي والايه ومسافه، اهو لما يجي اطبع اهو، بصوا طبع لي 101، 102، 103، 106، 108، 109، 104 ما طبعهاش، 105 ما طبعهاش، 107 ما طبعهاش. تمام، دي كده الفكرة قبل الأخيرة. طيب آخر سؤال في الشيت معانا، بيقول لك هنا write C plus plus program to print multiplication table for any number that chosen from the user. انت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعمل حاجة زي جدول ضرب كده، اليوزر مثلا دخل لك 10 رقم زي مثلا 5، فانت المفروض هتطبع له جدول الضرب بتاع الخمسة من 0 ل 10. طيب السؤال عايز ايه تاني؟ اليوزر مثلا هيدخل لك رقم زي 5، مطلوب منك ان انت تعمل ايه؟ تطبع له كده جدول الضرب بتاع 5، اللي انت هتقوله ايه؟ 0 في 5 بكذا،
واحد في خمسة بكذا، اتنين في خمسة بكذا، تلاتة في خمسة بكذا. قال لك بس اكتفي ان انت من صفر لعشرة، يعني هتضرب الخمسة دي هتقول له كده خمسة في صفر بكذا أول سطر، تاني سطر خمسة في واحد بكذا، تالت سطر خمسة في اتنين بكذا، لغاية ما توصل لخمسة في عشرة بخمسين بس، اللي هو من صفر لعشرة. طب انا ممكن عايز تطبع بقى ستون اخليه الايه؟ يكتب الرقم وبعدين اعرف له متغير وادخله جوه الفور، وهيبدأ من صفر وبعدين هيبقى اقل من او يساوي 10، كل مرة هيزود واحد، وبعدين اضرب الرقم اللي هو استقبله في المتغير ده. هو مظبوط. طب تعالي معايا واحدة واحدة معلش. أول حاجة انت نم، تمام، هبدأ استقبل من اليوزر انتر نمبر، بعد كده اقول له سي ان النم، تمام مظبوط كده. طيب بعد كده اعمل ايه بقى؟ هدخل في الفور صح؟ هبدأ الفور من ايه؟ من زيرو تمام، لغاية أقل من أو يساوي 10. اقل من او سؤال 10، كل مرة بزودها بواحد. تمام، بعد كده اعمل ايه هنا جوه الفور؟ المفروض مثلا أعرف متغير اللي هو بقى بيساوي حاصل ضربهم. طب وليه اعرف متغير؟ طب ما الكاونتر ده كل مرة بصفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لغاية عشرة اهو، تمام. وانا الاكس النم ده ثابت، يعني مثلا اليوزر دخل لي خمسة صح، فانا دلوقتي المفروض اطبع له كده بالشكل ده، المفروض اطبع له، المفروض اطبع له خمسة في بلاش دي كده، المفروض اطبع له خمسة بالشكل ده كده في زيرو بيساوي زيرو، المفروض السطر التاني اقول له خمسة في علامة في كده او اكس او اي حاجة واحد بيساوي خمسة، واقول له خمسة في اتنين بيساوي عشرة، لغاية ما اوصل لغاية ان الخمسة في عشرة بيساوي كام؟ بيساوي 50. طيب بالنسبة للي هو صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة عشرة ده، طب ما الأي أهي من اللي هو من كله صفر نمبر لعشرة، في طيب والخمسة دي دايما ثابتة صح؟ اللي هي اليوزر دخلها لي، فأقول له يبقى ممكن نمبر ممكن بس أقول له رسالة كده، ممكن مثلا رسالة كده كشكل بس مش أكتر، أقول له the multiplication table for لي الرقم اللي هو اليوزر هيدخله لك ده اللي هو كام، اللي هو النم اقول له is كذا، بس دي هتطلعها بره اللوب، دي هطلعها بره اللوب دي عشان تطبع مرة واحدة بس قبل اللوب خالص ما يظهر. طيب جوه اللوب هنا هقول له ايه؟ ببساطة هقول له في الخانة الأولى هقول له اطبع لي سي اوت، سي اوت النم اللي اليوزر دخله لي ده، بعد كده يطبع علامة الاكس دي، يطبع علامة الاكس دي اللي هي كل مرة بتتكرر دي الاكس كشكل بس مش اكتر، هقول له في والعلامة الاي، بعد كده هيطبع النم والاي وبينهم كده مرة في أول لفة، هيطبع كام؟ خمسة، بعد كده اكس، بعد كده زيرو، هيطبع كده ايكوال، تمام، بعد كده هيطبع ايه؟ قيمة الاكس مضروبة في الاي، وأقول له اند لاين، اند لاين. طيب تعالوا كده انا دي مش اكس بقى، دي كده النم، دي كده النم، تمام. تعالوا نجرب كده، قلت له مثلا قال لي دخل لي نمبر، فقلت له خمسة، قال لي ايه
the multiplication number, the multiplication table for 5 is المفروض قال لي 5 بزيرو بزيرو، 5 في 1 بخمسة، تمام. بس دي الأول هنعمل إيه؟ هنعمل بس كده end line بحيث الشكل، بس end line، أو نعمل run تاني. أو قال لي مثلا enter number، قلت له 5، قال لي the multiplication table for 5 is، قال لي 5 في 0 ب 0، 5 في 1 ب 5، 5 في 2 ب 10، لغاية 5 في 10. تمام يا شباب؟ وضحت؟